جماعة أشياء كبيرة تحصل البيتكوين حاليا حيتان البيتكوين الكبيرة تجمع البيتكوين بشكل جنوني مؤخرا ولازم أتكلم عن السبب ليش وعايز أتكلم كمان عن إيش اللي أشوف بأنه راح يحصل على التشارتات لأنه إحنا على وشك في الواقع أنه إحنا نشوف حركة كبيرة معظم الناس مش راح يكونوا مجهزين لها راح أتكلم جماعة عن آخر تحديثات بخصوص الإيثريوم والأسواق التقليدية وإيش اللي لازم تكون مراقبه وكمان أشياء وأخبار أخرى فجماعة أشياء مهمة جدا اليوم فتأكدوا بأنكم تشوفوا هذا الفيديو من البدايه الى النهايه مرحبا بكم مره اخرى اسمي منصور أقدم لكم فيديوهات تعانى العملات الرقميه كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناه اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب خلينا نبدا هنا الان يا جماعه تقدروا تشوفوا بانه استمرنا بالحركه الجانبيه وحصلنا على شويه ارتفاع جيد امس الى مستوى 27300 دولار ولكن لسه ما في اي شيء مهم جدا وحصلنا على ارتداد وهبوط بعد كده فبشكل عام في هذه العطله هنا او عطله الاسبوع هذه مشينا فقط بشكل جانبي والان نشوف نفسنا عند نفس النقطه اللي كنا فيها يوم الجمعه فيعني يعني ما في شيء مهم جدا حصل هنا، ولكن في بعض الاشياء الكبيره يا جماعه على وشك انها تحصل، لانه احد الاشياء كمان اللي نقدر نشوفها هنا وهو انه احنا قاعدين نحصل على ترند قيعان مرتفعه، فهذا شيء جيد جدا على فريم الاربع ساعات، ولكن الاشياء المشوقه هي لما تروح هنا على الفريمات الطويله، وعلى هذه الفريمات الطويله واكيد الفريم الاسبوعي، انتم عارفين يا جماعه هذا الشيء انا قاعد هنا اتكلم عنه من اكثر من سنه الى الان، وحاليا الان يا جماعه احنا الان سنه قبل فتره التنصيف وهذا شيء يعني جنوني ولكن آه نعم يا جماعه التنصيف راح يحصل في خلال اقل من سنه خلونا نقول عشره اشهر او شيء زي كذا فهذا شيء رائع جدا وانا مؤمن يا جماعه بانه راح نبدا نشوف إيه البيتكوين يرتفع للاعلى هنا عاجلا ام اجلا وكمان في احد الاشياء المهمة وهو هنا على الفريم اليومي، وهذا يا جماعة قاعد يتشكل هنا من 5 ابريل، لازم اعطيكم تحديث عن هذا هنا، لانه احنا عارفين يا جماعة بانه في بعض الاشياء المهمة اللي لازم نكون مركزين عليها، طبعا احنا داخل هذه الوجه الهابطة، الوجه الهابطة في العادة تعتبر نموذج ايجابي، واللي يميل انه يحصل هو انه نضل هنا نسخن داخل هذه الوجه، وبعدها في العادة نكسر هذه الوجه للأعلى، ممكن كمان أكيد تكسر إلى الأسفل، ولكن في أغلب الأوقات تنكسر للاعلى ولكن في اشياء يا اكثر لهذا الشيء وهو هنا اذا طلعنا خطوط الموفينج افريجز تقدروا تشوفوا هنا يا جماعه خط الموفينج افريج 100 يوم الخط البنفسجي هذا هنا قاعد يدعم سعر البيتكوين ولكن شوفوا يا جماعه اذا قربت فتقدروا تشوفوا بانه احنا الان متوجهين الى شيء مشوق لانه في خلال يومين اذا استمر هذا الخط بدعم البيتكوين بهذا الشكل ف احنا يا جماعه اما انه احنا راح نكسر هذا الخط البنفسجي للاسفل وهذا طبعا ممكن ياخذنا الى قاع الوجه الهابطه هذه هنا اللي هي عند مستوى حاليا 25700 دولار فهذا سيناريو محتمل في حال كسرنا هذا خط الموفينغ افريج ولكن كمان من الناحيه العلويه ففي عندنا خط المقاومه الهابط هذا هنا من الوجه الهابطه ومش فقط يا جماعه عندنا خط المقاومه هذا هنا من الوجه ولكن كمان في عندنا خط المقاومه من متوسط الحركه 50 يوم الخط البرتقالي هنا في الاعلى وهذا يا جماعه كمان يستمر بجانب خط المقاومه الهابط من هذه الوجه فهذا معناته يا جماعه بانه احنا على وشك انه نشوف شيء مهم وهذا ما راح يحصل في خلال اسبوعين او في خلال شهر هذا راح يحصل في خلال الايام القادمه فنعم يا جماعه راح نشوف فين راح ياخذنا هذا الشيء هنا ولكن خليكم مجهزين التقلبات وكالعاده اذا حصلنا على هبوط فراح اكون من المشترين هنا عند مستوى 26400 دولار الخط البرتقالي العريض فهذا هنا يا جماعه راح يكون اول مستويات شراء لي هنا في البيتكوين وهذا هنا راح يكون يعني شويه تحت هذا الخط البنفسجي وهذه راح تكون احد الصفقات اللي راح ادخلها هنا في حال هبطنا للاسفل يعني صفقه لونغ صغيره يعني مش شيء كبير فقط مجرد صفقه هنا صغيره عند خط الدعم عند 6 20400 دولار فاكيد راح نضل منتبهين لهذه المستويات وراح نشوف ايش اللي راح يحصل هنا من هذه الوجه هل راح تنكسر للاعلى او للاسفل طيب وفي الواقع في شيء كمان اخر يحصل وهذا هنا طبعا على الفريم الاسبوعي هذا شيء تكلمت عنه امس فاتاكدوا يا جماعه بانكم تشوفوا فيديو امس اذا عايزين تعرفوا اكثر عن هذا الشيء ولكن احنا على وشك يا جماعه انه نغلق خط الموفينج افريج 20 اسبوع فوق خط الموفينج أفرج 200 اسبوع واللي هو طبعا الشيء جيد جدا على الفريم الاسبوعي لانه هذا ما حصل ابدا في تاريخ البيتكوين من قبل ولما حصل هذا الشيء على مؤشر الناسداك مؤخرا طبعا مؤشر النازداك ارتفع بشكل كبير وفي كل مره حصل هذا الشيء نشوف هنا بانه مؤشر النازداك كان يرتفع في كل مره يحصل فيها هذا الشيء. فهذا يميل بانه يكون نموذج بولش فتأكدوا يا جماعه بانكم تكونوا منتبهين على هذا الشيء ومره اخرى يا جماعه اذا عايزين تعرفوا اكثر عن هذا الشيء بشكل اعمق فتأكدوا بانكم تشوفوا الفيديو تبعي امس ولكن حيتان البيتكوين يا جماعه الكبيره يجمعوا البيتكوين بشكل جنوني. تقدروا تشوفوا يا جماعه هنا بانه حيتان البيتكوين اللي عندهم اكثر من 10000 بيتكوين في محافظهم يستمروا هنا بتجميع البيتكوين في الوقت اللي الناس البقية فيه قاعدين يبيعوا البيتكوين تبعهم الى ايادي الحيتان الكبيرة هل يعرفوا شيء احنا ما نعرفه محتمل طيب والان جماعه عايز اعطيكم تحديث سريع هنا عن البوتات ولكن راح يكون كمان في فيديو اخر منفصل اليوم او بكره وهذا طبعا يا جماعه راح يكون فيديو مهم فاذا انت داخل في استراتيجيات التداول هذه هنا اذا تستخدمها او تفكر بانك تستخدم هذه البوتات فتاكد بانك تشترك في القناه وتفعل الجرس مهم جدا بانك تفعل الجرس علشان تحصل على اشعار في الوقت اللي انشر فيه هذا الفيديو فلكل الناس اللي عايزين يحصلوا على هذه الارباح او اللي دخلوا ارباح انا عارف انه البعض منكم دخل وارباح من هذا الشيء وهذه هنا مجموعه البوتات اللي فتحتها مؤخرا ولكن اذا انت موجود من اول مجموعه بوتات فتحتها فانت مرتفع بمئات النسب هنا في البيتكوين في الوقت اللي البيتكوين فيه يمشي بشكل جانبي وهابط الا انك بارباح هائله بمئات النسب فتحديد كبير قادم يا جماعه اليوم لهذه البوتات او بكره فاتأكد بانك تضغط او تفعل رمز الجرس علشان تحصل على الاشعار في الوقت اللي انشر فيه هذا الفيديو فما راح اتكلم كثير عن إستراتيجية تداول هذه هنا في هذا الفيديو فيديو اللي راح اقوله فقط يا جماعه انه اذا عايزين ان تنضموا الى هذه البوتات بنفسكم وعايزين تستخدموها فروح وسجل واحصل على حساب في الاوكي اكس الان تقدر تسجل عن طريق هذا الرابط وتحصل على بونص يصل الى ستين الف دولار بونص ايداع واضغط على انضم الان وبعد كذا في عندك الاعدادات لبوتاتي هنا في الاسفل فزي ما قلت يا جماعه تحديث مهم قادم اليوم فتقدر تجهز حساب الاوكي اكس تبعك الان علشان تكون جاهز لكل شيء طيب تشارت اخر انا مهتم فيه وهو هنا تشارت الايثيريوم مقابل البيتكوين وتقدر تشوفوا بانه احنا قاعدين نتماسك هنا داخل هذه الوجه الهابطه هنا على الفريم الاسبوعي ولكن تقدر تشوفوا يا جماعه بانه احنا الان فوق هذه الوجه واذا اقفلنا بهذا الشكل هنا على الفريم الاسبوعي فهذا شيء بولش جدا للايثريوم وهذا معناته انه الايثريوم راح يستمر هنا بالصعود والتغلب على اداء البيتكوين وبالنسبه للاسواق التقليديه فكل الناس يا جماعه الان قاعدين على الحافه لانه الاسواق التقليديه راح تفتح لاحقا اليوم والسؤال هو هل راح نحصل على ارتداد وهبوط لانه حصلنا على ارتفاع كبير هنا في نهايه يوم الجمعه وهل راح نستمر هنا او نشوف هذا الارتفاع يستمر بالصعود وهذه يا جماعه فقط راح تكون مساله وقت الى ان يبدا البيتكوين باللحاق بالاسواق التقليديه ومره اخرى يا جماعه تاكدوا انكم تشوفوا الفيديو تبعي امس اذا عايزين تعرفوا اكثر عن هذه النظريه هذه فقط مساله وقت واعتقد يا جماعه انه يعني بغض النظر ممكن نحصل كمان على ارتداد واذا حصلنا على فتره راحه فاعتقد بانه البيتكوين راح يبدا يرتفع شويه الى الاعلى واكيد راح يكون في عندنا يعني شويه هبوط للبيتكوين على المدى القصير ولكن لما الاشياء تبدا بالاستقرار فاعتقد بانه احنا راح نشوف البيتكوين يبدا بالارتفاع واكيد طبعا على حسب يعني اذا تماسكنا ومشينا هنا بهذا النطاق او في هذا النطاق فهذا اكيد راح يكون له تاثير ولكن بغض النظر في الوقت اللي نتماسك فيه فاعتقد بانه احنا راح نكون مجهزين ومتهيئين لارتفاع في البيتكوين طيب وإذا شفنا جماعة على الاسواق التقليديه فاكبر كميه ارباح لانه تذكروا جماعه انه هذا هنا مؤشر لاسهم افضل 500 شركه في السوق ولكن اذا طلعنا اكبر خمسه اسهم اللي هي ميتا نيفيديا مايكروسوفت ابل وتسلا فراح نشوف انه الاسواق التقليديه فقط مرتفعه ب بالمية والان مع دمج هذه الاسهم هنا فحاليا مرتفعه ب بالمية وهذا معناته بانه الارتفاعات او معظم الارباح قادمه هنا من هذه الشركات الكبيره وشوفوا يا جماعة في شيء ناس كثير مش متوقعينه ولكن راح تبدأوا تشوفوا الناس يتكلموا واللي اعتقدوا يا جماعة بأنه الأموال راح تنتقل من هذه الشركات الكبيرة وراح تروح إلى الشركات الصغيرة وهذا الشيء أكيد راح يرفع الشركات الصغيرة ونفس الشيء كمان مع الكريبتو بعض هذه الأموال راح تنتقل وتدخل إلى الكريبتو البيتكوين والإيثريوم وبقية العملات فنعم جماعة هذا هنا كل شيء يبدو جيد جدا للاستمرار في اللي اعتقد بانه راح يحصل واللي هو البول ماركت حاليا. طيب الان يا جماعه هنا بعض الاخبار السيئه محفظه اتوميك محفظه سوفت وير تم تهكيرها فالناس الان يخسروا اموالهم يمين وشمال فاذا انت تستخدم محفظه اتوميك فتاكد انك تسحب اموالك باسرع وقت ممكن. وكمان جماعة الأوبكس اللي هي شركات النفط راح يناقشوا هنا في قضية أو في مسألة نقص أو قطع واحد مليون برميل في اليوم فربما راح نبدأ إن نشوف هنا شحة في النفط وهذا اكيد طبعا يعتبر شيء غير جيد للتضخم ولكن راح نشوف يا جماعه بخصوص هذا الشيء راح نشوف فيديو مهم يا جماعه راح انشره اليوم او بكره فتاكدوا يا جماعه بانكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تحصلوا على الاشعار في وقت نشر الفيديو بالتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم